حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القران فكان يامر بدوابه فتسرج فيقرا القران قبل ان تسرج دوابه ولا ياكل الا من عمل يده رواه موسى بن عقبه عن صفوان عن عطاء بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم